قصه ال 20 دي دي سنه دي دي أسوأ. لا ايه قصه ال 20 سنه دي الاول ال 20 سنه بيقول له شرط شرط المعاش في القوانين القديمه 20 سنه اشتراك متواصل مش متقطع مش شرط مش شرط ما هو عنده 20 سنه مشترك تامين حتى لو كان في ظروف خليته مثلا يعني ساب شغل, أنا شغل, شغل ولا اجازه وبعد فتره يعني انا الشغل سنتين رجعت اشتغلت في حته ثانيه 8 سنين وسبتها ورحت اشتغلت في حته ثانيه سنتين جمعت ال 20 اخد معاش تمام مم. حتى القانون الجديد قال له 20 سنه بنفس الكيفيه ايوه حلو بس قال له ايه بقى؟ مم. بشرط ان معاشك اللي يطلع ما يقلش عن 50% من اجر التسويه. بمعنى ايه؟ بمعنى انا مشترك على 2000 جنيه. امم يبقى المعاش اللي يتحسب لي ما يطلعش اقل من 1000 جنيه. ابو 20 سنه ومشترك على 2000 جنيه عمره ما هيجيب 25000 جنيه معاش. امم لما اجي احسب له المعامل الحسابي اللي هو واحد على مده الخدمه في واحد على 45 في متوسط الاجر مش هتجيب 1000 جنيه يعني بعد 20 سنه يطلع معاشه 1000 جنيه ده ده حد ادنى حد ادنى اذا ما كملش ال 1000 جنيه ما يخرجش ده هو مش هيخرج عشان هو ألف لما بالحسبه دي مش هيكمل ال 1000 جنيه طب رجع بقى عند بتوع القطاع الخاص اللي بيامنوا على مبالغ صغيره اه قال له بشرط ما تقلش عن 65% من اقل اجر اشتراك اللي هو 1200 جنيه يعني عايز مثلا ايه 780 جنيه طب مش هو معيش. دلوقتي يا فندم بقى بقى يعني في القانون الجديد بتاع المرتبات ربطوا الثابت مع المتغير حتى في بس له الف... الاجر التاميني منفصل عنه. اه يعني ما حلش المشكله اصل بص برضه هو معذور انا مش عايز اقعد آه. احنا بس جنب. عشان محتاجين نفهم آه. يعني المساله آه. ايه؟ لما جه في الخدمه المدنيه وعمل الاجر علقوي آه. ضم ال 200% الحافظ خد منها 100% وخد الخمس اوقات حطهم فرفع الاجر اللي كان الاساسي بتاعه 400 500 جنيه بقى 1200 و1300 و ايوه بس هو عملوا تامينين زي عمل لو انت جبت اي حد موظف النهارده تقول له وريني شريط القبض بتاعك هتلاقي في اجر تحت منه الاجر التاميني لانه مش هينفع يامن له انا كنت بامن لك على 400 جنيه فخليت لك مرتبك 1200 مش هعرف ان امن لك من 400 ل 1200 مره واحده همشي معاك بالتدرج السنوي بنسبة سنوية ما ما مش ما ما محددة بس على حد علمي وفي التأمينات ان هو دلوقتي في القانون الجديد ابتدى يربط الثابت بالمتغير يعني لو لو في ال 400 وال 700 زي ما حضرتك بتقول هيبقى التأمين على ال 1100 على طول تمام تمام كده؟ تمام طيب مش هو ده الحسبة كده تختلف؟ لا أنا هقول لحضرتك الواقع اللي موجود دلوقتي أوه. ان في قانون الخدمه المدنيه لما رفع الجدول الاجور فضل مخلي الاجر التاميني من لوحده يعني الاجر اللي بيقبضه شيء والمؤمن عليه شيء ثاني وهو معذور ليه مم. انا كجهه عمل كرب عمل بدفع لك ثلثين اشتراكك في المعاش وانت الثلث تمام طب لما انا بدفع لك على 500 جنيه اساسي في القانون الجديد للخدمه المدنيه خلى ال 500 دول 1200 1300 تمام انا مش هدفع لك الثلثين على 1300 نطره واحده مم. وانت هاخد منك الثلث فبخلي لك ال 500 زي ما هم بس بزودهم لك بالنسبه السنويه ودي اثرت وفرقت طبعا في موضوع المعاش المبكر يعني النهارده دلوقتي المشكله اثرت في المعاش بشكل عام اه بس هي اثرت في المعاش خلت معاشات الناس تبقى افضل نسبيا عن اقرانهم السابقين ساعه م. الخروج يعني انا لو انا خارج من ثلاث سنين او اربع سنين مثلا او خمس سنين خرجت بمعاش 1000 جنيه زميلي اللي خارج بنفس ظروفي م. ونفس السن اللي انا خرجت فيه هيخرج ب 1200 1300 النهارده مم. انا انا تجاوزتهم بالزيادات السنويه بس هو هيخرج البدايه بتاعته هتبقى افضل من البدايه بتاعتي نظرا للي حصل هو هيخرج باعت... بعد باللي انا وصلت له بعد فتره اه اه نظرا للايه للتعديلات للتع... والتغييرات للتع... 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 اللي حصلت لكن احنا هنا في حاجه مهمه جدا ان القانون ده صدر بقاله قد ايه بقاله سنه اهو شويه تمام اللائحه التنفيذيه بتاعته ما طلعتش لحد دلوقتي اللي المفروض تعالج بعض الحاجات اللي احنا مش فاهمينها طبعا ما فيش حد يقدر ياخد الخطوه غير لما لحه تنفيذيه تنزل هما هم بيشتغلوا تنزل اه طب ما هو اللي خرجوا خلال السنه دي تسوى معاشهم ازاي امم بيسترشد بالقديم لحد ما تطلع اللائحه التنفيذيه ولذلك هم نوهوا لنقطة المعاش المبكر قالوا هيبقى حي... في معالجه ليها في اللائحه التنفيذيه اي من قصدي اللي ال... بم... عايز يعمل تسويه دلوقتي يعمل يعني بيسال لا انا عن يعمل تسويه يعمل حاجه يحسب آه. مع نفسه حسبه صغيره قوي يسال واحد بيفهم شويه يحسب يحسب ايه بقى بيعرف الحسبه دي مم. هل لما يدلوا الدخل بتاعه اللي متامن عليه ويحسبوه اذا كان هيعدي 50% في الميه من اجر الاشتراك يساوي